النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. اهلا وسهلا، بارك الله فيكم واهلا بكم في حلقه جديده. اهلا بك ومشاهديك ومستمعيك، مرحبا بكم جميعا، بارك الله فيكم. سيدي، يعني لماذا كلما اقتربنا من سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام اكثر واكثر يعني تعتريني قشعريره في جسدي ومهابه غير عاديه لا استشعرها من قبل؟ يا احمد الله رب العالمين، وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طائعنا وعاصينا، مستقيمنا ومنحرفنا، مؤمننا والمتشكك فينا، لا يملك الا ان يحب رسول الله عليه. محبه عجيبه سبحان يعني الله. يعني تجد انسان لا يصلي ولكن لا يحب رسول الله على طريقته، لان هناك حب مغلوط. نعم. وانت تمثل سفير المشاهدين، بارك الله فيك، او نائب المشاهدين، بارك الله فيك، هو خير يعني تنسيم يعني شيء طيب ان تنقل له. نعم. ان تنقل لنا ما يدور بخلدهم واسرته. صحيح ربنا. فقلت في البدايه بيتين من الشعر في نعم. احدهما غلو لا يجب ان يقال لسيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام. يعني قضيه خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء، هذا غلو غير مطلوب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هذا غلو. هنالك حب بقوانين محددة؟ لا، الحب ليس له قانون. قانون الحب هو الحب. طيب. أو هي المحبة. نعم. ولكن هناك مغالاة في المحبة. يعني أن يأتي أقوام مثلا ليقولوا إنه خلق من نور الله عز وجل. أو أنه خلق قبل خلق آدم. وأن آدم خلق من نوره صلى الله عليه وسلم، أو أن الأشياء خلقت منه، الأشياء هذا كله غلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقضية خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لا يجب أن تدور على ألسنة المسلمين أبدا. لا، يعني ليست في موضعها. نعم. هذا غلو ومغالاة، ونحن منهيون عن النغالي في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما وصفه هو ربه، وأعظم ما وصف به هو وصف ربه له. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان الله. لما قال له يا أيها الرسول يا أيها النبي، هذا أعظم يعني ما يخاطب به إنسان على وجه الأرض، وهو أعظم إنسان خلق صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني لا شك فيها، لكن لا داعي لأن نغالق. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا تعظموني كما أعظمت الأعاجم ملوكها، وإنما قولوا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله. سبحان الله. هذا يعني الله أكبر. هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. سبحان الله. العظيم. لما رأى الرجل أصابته قشعريرة لما رآه. ارتعت رئيسه. قال هون عليك، ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. سبحان الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى إليه. هذه الدرجة العظيمة، وهي ارقى درجة يعطيها رب العباد العبد من عباده. يعني ما اقسم الله بحياة احد الا بحياة نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا محمد، ما اقسم بحياتك. لا 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 لا، ما حدث. الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء من مخلوقاته. نعم. ويقسم بحياة رسوله، فهذا تكريم ما بعده تكريم. السلام. سبحان الله. ما زاغ بصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما يزيغ بصر رسول الله عليه وما يطغى عليه الشيء، لأن الله أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، ورباه فأحسن تربيه، وأدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. فكلما اقتربنا منه، كلما قلنا من قبل إن كل عظيم اقتربت منه ترى فيه نقائص. نعم. أي إنسان تقترب منه عن قرب ترى فيه نقائص، إلا إنسانا واحدا كلما اقتربت منه ازددت هيبة ومهابة وإجلالا ومحبة، هو شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اقتربت من شخصه ومن بحر خلقه إلا وازددت حبا وازددت قربا وازددت التصاقا به صلى الله عليه وسلم. إن أردته أبا صار أبا،
إن أردته صديقا صار صديقا، إن أردته معلما كان معلما، إن أردته قائدا يعني انطويت تحت قيادته ورايته، إن رأيته سبحان الله رحيما ما ترى أرحم منه، رؤوفا ليس هناك أرأف منه، يعني صدق من سماك الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين ليس رحمة لنا فقط، رحمة لنا كمسلمين أن أنقذنا من أنه في النار، ورحمة للمنافقين أنه ما قتلهم في الدنيا حتى يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ورحمة للكفار الذين عادوه والذين ينكرونه إلى الآن أن الله لا يعذبهم عذابا عاما، فإن الله منع العذاب عن أهل الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، إكراما لرسول الله لا ينزل. يعني الرسول كان لما يعاند الله عز وجل إما طوفان أو صيحة أو صرخة أو ريح عتية أو إلى آخره، أو إغراق أو إحراق أو تدمير أو يرفع البلاد إلى أعلى السحاب ثم يلقيها. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمانا للأرض لمؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ومنافقيهم، ثم للبشر وللجن وللحيوان وللنبات وللبيئة، للكوكب كله، رحمة للعالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى فهو رحمة للكل عليه الصلاة والسلام. يعني والدلال هذا الملائكة حينما نزل عليه وفي البستان، تمام، يصير الرياح يقلب الأخشبين، يأمر الأرض، يأمر السماء، سبحان الله. رفض عليه الصلاة والسلام. هو صلى الله عليه وسلم يعني هو إذا أردت أن تصفه فهو الإنسان في أعلى مراقي الإنسانية، ولكنه يوحى إليه. فتخيل لما يكون أرقى إنسان في إنسانيته ثم يوحى إليه، لما تجد واحد صالح من عائلتك، خال طيب، عم صالح، العائلة تقول إيه؟ إذا والله فلان ملاك، انظر إلى وجهه، انظر، فما بالك برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني أكثر الناس حبا له هم صحابته. لماذا؟ لأنهم اقتربوا منه وأحبوه محبة صادقة. هل لنا أن نحبه لأن القرآن مثلا زكى ثوبه وزكى منطقه وزكى خلقه في أي القرآن الكريم؟ هو نحن نحبه لحب رسول، لحب الله له، ونحبه لأن الله جعله لنا هاديا، ونحبه لأنه هو الذي أخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور، ونحبه لأنه الذي أرسلت إليه الرسالة الخاتمة لتتم السلسلة النورانية الذي بها يعني ختم الله الرسالات وختم النبوات وختم الدين به صلى الله عليه وسلم. فنحبه لحبه هو لله ثم حبه لنا. وصلت به الرأفة أنه جي يوم عيد الأضحى وذبح شاتين، قال هذه عن آل محمد وهذه عن أمة محمد من الفقراء. إيه الحنان ده؟ إيه الحنان ده؟ أنا سأتي مع فضلتكم إلى لماذا نحبه عليه الصلاة والسلام. لكن في البداية أود أن أحدد مع فضلتكم الإطار العام للحب. معنى الحب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية طبعا، ما معنى الحب؟ أنت العجيب أن في لغتنا العربية يعني، وانت اكثرنا فهما بارك في المسألة يعني، وشدتنا الذين يعني نتعلم والله، الله يرضى عليك يا ابن، والله من علماء اللغة من يشاهدوننا وهو يحرجوننا بتواضعه، بارك الله فيك. يعني انا متطفل على اهل اللغة لكن الحقيقة الله يرضى عنك. فكلمة الحب تدل على الصفاء والبياض اولا، فانتم تقولون في اللغة حبب الاسنان، نعم، بياضها، يبقى المحبة قائمة على ايه؟ على الصفاء والنقاء. مفيش نقطة سوداء. لذلك هو يقول ايه؟ يقول لا تحدثوني عن احد من اصحابي فانا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، لان المحب لا يتحمل كلمة. نعم. لما رأى الناس يؤذون ابا بكر حتى عمر نفسه، فاخذ ابا بكر تحت ابطه هكذا، هل لا تركتم لي صاحبي؟ هذه محبة، والمحبة تجرح يعني اذا مرت النسمة السكرة تجرح خده، لانه انسان حساس. اما في انسان بعد عنك يا ابن الجبله سلم يا رب، والعياذ بالله صخر قده من صخر، والعياذ بالله. فالحبب اللي هو الحب كلمه حب، الصفاء والبياض. وبعدين حبب الماء سبحان الله سيوله، نعم سبحان الله، حب البعير اي بركه ولم يتحرك، يبقى المحبه من صفاتها اللزوم والثبات، نعم سبحان الله. فانت لما تحب خلاص سبحان الله، من احب فلا يعرف ان يكره، صحيح. تخيل لما احنا كل هذا هندخل على المصطلح الشرعي او لا. يعني بس داخلين على المصطلح اللغوي، لان لا. العجيب في الاسلام ان اذا فهمنا المصطلح اللغوي هانت علينا المصطلحات الشرعيه. ولذلك يعني مساكين من لا يحبون لغتنا، ومن لا يتذوقون بلاغتنا، ومن لا يتفهمون مدلولات الفاظنا العربيه، يعني مش هم يريدون لغه الشارع هكذا،
لا هو من الواجب ترتقي لغة الشارع إلى لغة العرب، ومن الواجب أن نرقي الناس وأن نكلم الناس. الناس يقول لك إيه؟ لا 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 أنا أتكلم مع الناس بلهجة عامية عشان الناس تفهم كده. لا، الناس على استعداد للتعلم والاستعداد للترقي، وانت كما 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 انت ترفع الناس الى الى المستوى، الناس عندها استعداد للتعلم ما شاء الله. العربي هو اذكى خلق الله، والمرأة العربية وان كانت امي اذكى خلق الله، وكلما ازداد ايمانهم كلما ازداد ذكاؤهم، فان المؤمن كيس فطن. قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها، وقد خاب من دسها ولو كان عالم ذرة. سبحان الله، يعني خيب خيبان لانه لم يوظف كمان الـ 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 الحب اللي هو عبارة عن ايه، يقول لك حبة القلب اللي هو اللباب اللب، لما تعمل ده كله على محبة المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، تجد ان كل ما جاء لك ذكر رسول الله تصلي عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. نعم. رغم انف عبد رغم انف عبد رغم انف عبد، ها ايه يا رسول الله ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وادخل البخلاء من ذكر اسم النبي سبحان الله ولم يصلي عليه. رغم انف التصق بالتراب والعياذ بالله بالهلاك، بالهلاك يعني هلك هلك سبحان الله. واحد يسمع عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم ادي الصفاء والبياض، وبعدين العلو والارتفاع حبيبنا من العالم، والثبات واللزوم، والثبات واللزوم سبحان الله العظيم، وداخل القلب سغافه في السويداء، في السويداء سبحان الله. ولذلك قالوا في حب طبيعي او غريزي، اللي هو حب الاب لابنه، حب الابن لابيه، المحبه اللي هي الطبيعيه سبحان الله. دي تجد حتى في عالم في عالم الحيوان، حتى في عالم الحيوان يعني يقول لك فلان ضرب امه، انا من وجهه نظري الضعيفه البسيطه اقول فطره لا ترتفع يد الابن لضرب الام ولا لايذاء الاب، لا ترتفع فطرته سبحان الله. طب اللي حصل ايه؟ انا اشك هذا الرجل الذي يعني ابو الولد طلق زوجته مرارا وما كلف نفسه ان يذهب الى مفتي او عالم ليحكم له ويقول هل هذا الطلاق يقع ام لا يقع، وانما ذهب الى مقيم شعائر في الزاويه المجاوره اللي تحت العماره اقرب واسهل، ولكن يقول الشيخ انا كنت في حاله غضب شديد وطلقت زوجتي، يعني كنت مش عارف اسمك. قول له ايوه خلاص ادفع بس 20 درهم ولا 30 درهم للمساكين وخلاص، عيب ما تعملش كده تاني، وقد يكون الطلاق واقعا. سلم يا رب. فيعيش الرجل زينة. فيعيش الرجل مع فياتي هذا الولد من هذا الزواج زوج وزوجه بس الطلاق تام، يطلع الولد يمد يده على ابيه ويمد يده على امه، فلا بد من رجعه الحسابات فطره. لا لا، اما بشكل طبيعي صعب لا يتصورها، لا لا لا، ولا قلب ولا عقل ولا سبحان الله العظيم. نعم. ففي حب طبيعي، حب سبحان الله، وفي محبه خاصه. المحبه الخاصه دي يتذوقها اهل المحبه، دي محبه الله ورسوله اللي هم اهل القلوب، يقولوا من ذاق عرف. صحيح، ومن يعني عرف اختلف، وانا من عرف اختلف، لا ومن حرم من حرم، ما بقولنا بنسال لا نحرم، نسال يا رب يا رب، لان اللي بيحوم حول بحار المحبه الالهيه ويترقى فيها، نعم، انسان دخل في البحر السليم ليصل الى البر الاسلم. حلو هذا المصطلح. جميل. فانت لما تصل الى بر السلامه محاط انت بالحب، وبعدين قال ابن مسعود ليس العجب في يحبونه ولكن العجب في يحبهم. صحيح، ويحبهم ويحبون، العجب مش يحبون ما يحبون، ما لازم احب انا مسكين انا فقير. وقال ابن عطاء ليس العجب في فقير يتودد ولكن الاعجب في غني يتحبب. سبحان الله. لا يعني في الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعني العظيم لما يتحبب عمرها عجيب، لكن الفقير لما يتودد امره طبيعي، ما لازم انا محتاج، انا محتاج. صحيح. تخيل انت عندما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، تحبه لانه هو اللي جاب لك هدايه الله سبحانه وتعالى. بالله علينا، انا قبل محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك حب من الله عز وجل يقول انا احب فلان لله في لله؟ حلو. هكذا، هل هذا الحب موجود؟ هذا الحب قدري وهو امر الهي، كن فيكون كخلق السماوات والارض. الحب بالامر، الحب بالامر، بالامر، وهذا هو الحب الذي حب البعير اذا برك وثبت ولم يتحرك. كيف نود الشرح؟ ان الله اذا احب عبدا
حديث هذا؟ حديث هذا. حديث نعم. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. وده من؟ رئيس الملائكة. نعم. وشغلته إيه؟ أمين وحي السماء. نعم. شغلته تبليغ الإيه؟ الرسالة للرسل بس فقط. لكن في مسألة المحبة دي ينادى. ينادى. يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه. بالأمر. ما أصل كلمة كن الكلمة من الله سبحانه وتعالى تكوينية وتشريعية. يعني؟ تكوينية كن كوني سماء وأرض وكن فلان ابن فلان كان فلان ابن فلان. وتشريعية افعل ولا تفعل. خلاص؟ يبقى الكلمة نوعين من الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ نعم. طيب. كون التكوينية كخلق السماوات والأرض وتسيير الأقدار تصير محبة الله محبة جبريل رئيس الملائكة لعبده فلان لعبد الله فلان. نعم. هذا أمر إلهي وجب التنفيذ فوضعت في قلب جبريل محبة هذا العبد فأصبح محبوب لدى جبريل. سبحان الله. طيب الموقف ما يقفش لغاية كده. فينادي جبريل في الملائكة لأنه مبلغ. نعم. هو مبلغ وحي ومبلغ حب. سبحان الله. ازاي شوف الحب وصل لغايه فين؟ الله اكبر. ثم الحب وصل لغايه فين؟ نعم. ان ما هو هقول ليه هذا يحب؟ ما برضه هرجع اقول لك ليه يحب؟ اشمعنى؟ يا ملائكه السماء يا ملائكه الارض ان ربكم يحب عبده فلانا وامرني بحبه فاحبوه. الله. الله اكبر. الحب هنا نازل امر الهي الى رئيس الملائكه، رئيس الملائكه يبلغ كل الملائكه احبوا فلانا. يحبون فيتجد المحبة في قلوب الملائكة لفلان. طيب. ثم يوضع له القبول في الأرض فأينما أسار لم تحبه الناس فقط حتى إن الحيتان في بحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب نيجي المحبة. نيجي المحبة. يعني ايه ملائكة تحبه؟ يعني ملائكة تحبه؟ ما في ملك سأل لماذا نحبه؟ لا 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 هو عمل لا لا لا, 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 لا يعني سبحان الله لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله يقول لكم أحب فلان حبنا خلاص بدون لماذا مثلا من أجل لماذا؟ ماذا صنع؟ لماذا هذه من ابن آدم التعبان؟ الملك والعبد الصالح لا يسأل لماذا؟ أصلا لأن ليس بعد العين أين؟ يعني؟ أنا لما أشوف محمد خالد كده قاعد معايا في الاستوديو هو فين محمد خالد؟ صح تمام؟ طيب فاللي شاف الحقائق واضحه كتابه وسنه ومحبه وده اللي يوصله الى الله، صدق وتوكل ويقين وده اللي يوصله الى الله، عدم رياء وعدم نفاق وعدم وجود وتشين وثلاثه اوجه وهذا يوصله الى الله، ما فيش لا غيبه ولا نميمه ولا حقد ولا حسد وهذا يوصله الى الله، ما فيش مال حرام ولا سحت ولا رشوه ولا رشوه ولا سرقه وهذا يوصله الى الله. الله. فخلاص فهو عرف قال له عرفت فالزم كيف اصبحت يا حارثه؟ مسألة محبة حارث الأنصار أصبحت مؤمنا يا رسول الله لكل قول حقيقة. قال لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك؟ تعجبني هذه الجملة من النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام حقيقة لكل قول حقيقة. أنت بتحب إيه دليل المحبة؟ دليل المحبة إيه دليل الإيمان؟ قال كأني أرى قال أظمأت نهاري وأسهرت ليلي يعني صام وقام خلاص؟ نعم تمام العبادة هي. طيب فلما صام وقام ما هو ما زال عبد يتقرب الدين كله وحده واحده حتى احبه حتى نعم. احبه فلما يحب ربنا سبحانه وتعالى هو اسهر ليله وقام ايه نعم. وصام نهارا نعم. وبعدين ايه قال وكاني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكه حوله يطوفون كاني سبحان الله العظيم بدا الشفافيه بدا يرى بايه بعيني قلبه بدا يرى ببصيرته وانا قلت من قبل من غض بصره اطلق الله بصيرته من غض بصره اطلق الله عن بصيرته. المحارم عن المحارم حرم الله ربنا يطلب فيرى ما لا نرى قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين فده سائر من غير ايه يقطع المفاوز دون جهد لأنه يقطعها بأمر الله بأمر كن فيكون نعم. لأنه سار في نحو الله فكأني أرى عرش الرحمن بارزا والملائكة حوله يطوفون وكأني أرى أهل الجنة في الجنة وأهلها يتزاورون وكأني أرى أهل النار في النار وأهلها يعذبون قال صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم رجل نور الله بالإيمان قلبه يبقى هو رأى بنور قلبه يا صلاة هذا هو المفروض عليه شأن كل مسلم ده من الواجب يكون ده اللي يسعى له كل مسلم أن يسعى أصل مش غايتي
أن أحب الله ورسوله، لا، دي وسيلة. لماذا؟ غايتي أن يحبني الله ورسوله. الله، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. خلاص، سبحان الله. فالقضية لما مش قالوا يا إبراهيم يا ابن أدهم ماشي في رحلة الحج وحده، ومعه لا لا لا, لا خبز ولا لا زاد ولا ما، ولا في، فكل اللي راكب حصان، اللي راكب دابة وبغل، واللي راكب، سبحان الله. أين مركبك يا إبراهيم؟ قال أنا إذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي، وإذا جعت جعلت الصلاة على رسول الله غذائي، وإذا عطشت جعلت محبة الله سقائي. قالوا أنت الراكب ونحن السائرون. صح، الموضوع كده تعدى مره ثانيه. اذا تعبت، اذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي. واحد مستأنس بذكر الله، من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقران يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. على رستك سنقول هذه مرة ثانية، أنا أكتب خلفك. طيب. جعلت ذكر الله مركبي. أنا مركبي. إن تعبت جعلت ذكر، فهو عنده همة. طيب. هذا نعم. وإذا جعت جعلت الصلاة على رسول الله غذائي، سبحان نعم. الله. وإذا عطشت جعلت المحبة سقائي، يحب الله ورسوله. المحبة لما تمتلئ خلاص، سبحان الله. ونحن قلنا من قبل إن 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 ربما في الحلقة الماضية إن كريم الله موسى ذهب للقاء بشر فجاع في وسط النهار، قال آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. ولما ذهب لتلقي الألواح على الجبل، ها، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ما طلب الطعام 40 ليلة صائم، لأنه ما طلب الطعام، لأن الغاية هي الله، فانشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، نعم. سبحان الله. طب من أراد جلد. من أراد أنيسا فالله يكفيه، نعم. وكفى بالله أنيسا، سبحان الله. ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، نعم. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه، سبحان الله. الله اكبر. الحبل كده بايه ماشي معية الله. الملائكة احبته، لكن انت ايه اللي حصل على هامش السيرة اذا انت لنا يعني. نعم. كلها يعني انيس وجليس وغنى وواعظ، كلها امور يعني لا تغضب مني، كلام كلام ده كلام عند علماء الكلام او عند فلاسفة الكلام، لكن عند فعل؟ لكن لا، دي افعال عند اهل القلوب. الله، عند أهل القلوب. هل أنا نصل لهذه الدرجة؟ بالسعي الحسن البصري يقول نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف، والله بيني وبين الأغنياء يوم واحد. قال يا حسن بس اتق الله، بينك بينك وبينهم سنوات ضوئية كده يعني، بص كده ما فيش لا 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 متاع ولا أثاث. قال بالأمس مر علينا كلينا احنا الاثنين عليهم بالنعمة وعلينا بالبؤس، خلاص عدى بالامس. هم كانوا يعني هو يقصد يوم امس الماضي الماضي, الماضي عدى الايام دول مش خلاص، سبحان الله. مر عليهم بالنعمة ومر علينا بالبؤس، خلاص. طيب ده ايه؟ خلاص انتهى اليوم، خلاص. طيب واليوم اكلوا فاكلنا، صحيح يمكن اكلوا اشياء فخمة شوية اكل، وشربوا فشربنا، يعني يمكن الماء ده يعتبر بقى ده عصير وشاي وقهوه وساخر مبارد وفيها نعمه وسبحان الله. وشربوا فشربنا، هو الثاني في دواء قبل الشرب ودواء اثناء الشرب ودواء بعد الشرب، وفي مهضب وفي مش عارف ايه وفي ذبحة صدرية وفي لا، الثاني شرب سبحان الله. وبعدين قال شربوا فشربنا واكلوا فاكلنا، وبعدين قال وهم في خوف من الحساب خائفون، ونحن في رحمة الله آملون مطمئنون. هذه الساعة فمن الفقير؟ هم. قالوا بعدين ايه؟ قال ده بالامس. طب واليوم؟ اليوم عدى اكلوا اكلنا خلاص المشكلة. طب وبعدين؟ والغد؟ قال نأمل فيما عند الله سبحانه، ونتصبر حتى يتجهد لنا الشواء يوم القيامة، وهم كيف حسابهم على الله؟ صحيح. فجيب من الاخر. سبحان الله. فاصل قصير ونوصل لسماعنا فضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه فضيله الشيخ. يعني اسمح لي ان اعود مره اخرى لمساله محبه الملائكه. يصدر الامر الالهي من الله سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل، ثم ينتقل عن طريق سيدنا جبريل الى الملائكه، فنود ان نعيش بعض اللحظات في محبه الملائكه للعبد. الملائكة أحبت العبد، وهي أصلا من ضمن يعني كانت الأول قبل خلق أبينا آدم مهمتها التسبيح والتقديس لله سبحانه، وكأن رب العباد أضاف إليهم مهمة جديدة وهي خدمة بني آدم والاستغفار لهم. كيف خدمتهم؟ يعني يرسل علي بالليل أنا مسكين، يعني لا أملك أن أؤجر حارس حراسة من عنده سبحانه، ملائكة يحفظونه من أمر الله، يتعاقب عليكم بالليل والنهار ملائكة. نعم. ملائكة سبحان الله. الملك يعني مهمات الملائكة كثيرة، من ضمنها هذا ملك الحسنات وملك السيئات، ومن كرمه عز وجل أن جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فلا يكتب ملك السيئات سيئة بدرت مني إلا ويكفكف من حدته ملك الحسنات. قلوا انتظر سبحان الله، عشان يتوب عشان يخلع، فيستمهله لأنه بالأمر المباشر يطيع رأيه يطيع كلامه فيستمهل. تمام. ويدعو ملك الحسنات ويؤمن ملك السيئات، اللهم أيقظه من غفلة، اللهم تب عليه. فإن نزع العبد قال الملكان اللهم فرحه كما فرحنا. سبحان الله أكبر. ملائكة تفرح، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، بتوبة العبد، بتوبة الإقلاع عن السيئة. وإن لم يخلع وواصل وواظب و إلى آخره، اللهم غمه كما غمنا، خلاص. ويا ويل من تدعو عليه الملائكة. الله أكبر. طيب الملائكة أحبت العبد. لا على طيب. طيب. اللهم غمه كما، الملائكة تدعو على العبد. لأنه إيه؟ لأن الملائكة تغار على رب العباد عز وجل، لأن المعصية في حق من؟ في حق الله. فالملائكة تغار على مقام الله عز وجل، على انتهاك حرمات الله سبحانه. سبحان الله العظيم. ده انت لما يتمعر وجهك عندما ترى شيء، يعني شوف بنت عارية على الشاشة كده، تقول الله ماليش اب، مفيش اب، مفيش ام، مش حد محترم. هذا شيء طبيعي. الا خلاص ماتت، يقال متخلف. معلش المتخلف ده شوف ان الذين اجروا، والله يا ابني لو عشنا في كتاب الله ومع رسوله والله لا تزعل ولا ضيق زرعا ابدا. ليه؟ لان ربنا ما ترك شغله. ان الذين اجرموا، سوره المطففين، كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون. يعني يتغمزون يقول لك ايه؟ ها شايف الراي بتاع الشيخ فلان اللي عامل، شفت الشيخ عملت شيخة الاسلام، شفت برنامج صفوة الصف مثلا، واذا مروا بهم يتغمزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يقول لك ايه؟ انا مسكت فلان اليوم من العلماء، عمل في الصحافه ومسكت عمود ضده، طلعته قد كده واشعت عليه اشعاعات، الناس انصرفت عنه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين مبسوطين فرحانين انهم انتصروا على الحق فيما يظنوا. سبحان الله. وما ارسلوا عليهم حافظين. تنقلب تتعادل الامور، ياتي الغد وهياتي اليوم في يوم القيامه. اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. ها الله سبحان الله. خلاص خلاص ايه؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين. يقول لك يجي ابأس اهل الارض، ما رأى خيرا قط، ما رأى نعيما قط، يا ساتر، ولكنه اتقى الله وصبر، فيغط في الجنة غطة لمسة بسيطة، يخرج كالبدر ليلة التمام، يقول الله له دون حجاب: عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني، انا في النعيم منذ غمسه واحده في الجنه انسيت كل هموم الدنيا، لا متاعب ولا احزان ولا شائعات ولا دوشه ولا فوضى ولا مرض ولا الم ولا فقر، كل نسي. ويؤتى بانعم اهل الارض، ولكنه ما اتقى الله سبحانه، فيغمس في النار غمسة، يخرج كالفحمة المتقدة، يقول له ربه: عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلال أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. يا لطيف سلم يا رب. غطة واحدة يا لطيف واحدة. يا لطيف. فسبحان الله. فالعبد سبحان الله لما الملائكة تحبه، يا لطيف إيه اللي يحصل؟ واحد متعود أن يقوم ركعتين بالليل، نعم، جه يوم مرض تفتقده الملائكة،
لان بيت هي تعلم. انا هقول لك تعلمه ازاي. نعم. ان الملائكة لتتراءى بيوت القائمين بالليل او القائمين لليل كما نتراءى نحن الكواكب الذرية الغابرة في الافق. البيت منير وان كان الكهرباء مطفئة فيه، الملائكة شايفاه منور فتنزل عليه لانه عامل جلسة الذكر للذكر الله، والذي الملائكة تحضر الذكر هو يشم الريحة الطيبة وراحة الذكر اطيب الروائح. فتنزل قول الله فلان رب مسافر فتدعو له بان يعود سالما غانما. مريض تسال عنه الملائكه، تسال اين فلان، فالملائكه الموكل بيقول ده فلان على سفر، ده مريض سبحان الله. فلا اله الا الله، الملائكه تدعو ده عنده مشكله وبعدين نام مهموم، اللهم فك كربه، اللهم اذهب همه، اللهم اكشف غمه. موصول بالله الله، وتحسب انك جرم صغير وفيك الطاعه والعالم الاكبر. سبحان الله. للصحابي اللي طلع عليه الرجل عشان يقتله مع الحرب يقول له اخذ مالك واقتله، قال له طب خذ مالي فقط، قال له لا مالك واقتله، قال له طب اصلي ركعتين فسجد، قال يا مغيث اغثني. جلس في التشهد شاف فارس جاي بعيد، قال له انا ملك من السماء الرابعه، لما قلت يا مغيث المرة الأولى سمعنا قعقعة لأبواب السماء الأولى، يا الله المرة الثانية قعقعة لباب السماء الثانية الثالثة، فأمرت أن أنزل فأقتل وأخلصك، إن الله يدافع عن الذين استجابت أمن. السماء لدعاء استجابت يا أخي، للسماء تحركت واستجابت لامرأة فقيرة مسكينة تقول يا رسول الله أوس بن الصامت خولة بنت العربة ظاهر مني، قال حرمت عليه يا خولة، قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، قد حرمت عليه يا خولة عادت باقية. قالت كتب السير قبل أن تصل بيتها ينزل جبريل، يا بلال نادي خولة. جاء خولة أنزل الله فيك قولا، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وجاب أوس بن الصامت قال يا أوس أعتق رقبة، منين يا رسول الله أنا فقير، طب صوم 60 يوم، لا أستطيع يا رسول الله، طب أطعم 60 مسكين، من أين يا حبيب، قال اجمعوا لأخيكم، فجمعوا التمر واللي جاب سبحان الله وزعه على 60، قال والله ما بين لبتيها أفخر من بيتنا يا رسول الله، إحنا أفخر بيتنا، قال له خذ ولا تظاهر من زوجتك مرة أخرى. تشريع نزل لأجل شكاية امرأة في الأرض. وعمر توقفه امرأة بعد سنوات من هذه المسألة، بعد 10 سنوات توقفه امرأة فتطيل معه الوقوف، فعبد الرحمن بن عوف يقول آذتك هذه المرأة فأطالت الوقوف معك، كنت أوشكت أن آتي لأنهرها، قال والله يا ابن عوف ألا تدري من هذه، قال لا، قال هذه التي سمع الله شكايتها من فوق 7 سنوات، ألا يسمع لها عمر، والله لو أوقفتني إلى يوم القيامة لأوقفت. لا إله إلا الله. شو الأدب. فالملائكة لما تحب تعمل إيه؟ انت احيانا يا ابن لما تكون في حاله ايمانيه معذره عند الرجل الذي قال يا مغيث قال لهذا الملك انا ملك من السماء الرابعه لما قلت يا مغيث سمع النداء لا قعقعه السماء الاولى في اول مغيث يعني اهتزت عملت رعده كالصواعق كالرعد بدعوه الرجل الفقير في الارض في الصحراء ليس معه يا شيء. ابن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، بس أنا عبد ذليل وأعلم أن الله جليل، أنا عبد ضعيف وأعلم أن الله لطيف. المسألة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، البراء الله يرضى عليه قال يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا تغرب شمس اليوم إلا ونحن في قصرك في إيوان كسرى، ما غربت الشمس إلا وكانت النيران تنزل الله اكبر فوق ايوان كسرى. البراء بن عازب رضي الله عنه، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الله. اله مع الله في حاكم غير الله؟ لا. في حد متمكن ماسك في الكون او يحكم الكون في امر ونهي وقضاء وقدر الا رب العباد؟ بس اصدق التوحيد مع الله، اصدق توحيدك، خلي عندك عقيدة يعني فعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال له قل قريب أبدا، إني قريب أقرب مما يتخيل العبد، أقرب مما يتخيل العبد. العبد سبحان الله العظيم، يعني الله ال- 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 المرأة المسكينة في قصة بني إسرائيل، في الملك الذي جاء فأحب يضم إلى ديوانه بيت المسكينة هذه، فجاء سبحان الله فرح
عندها كم دجاجة، المهم العمال هب هدموا البيت المرأة ودخلوه. فقالت المرأة: إذا كنت أنا غائبة فيا رب أين كنت أنت؟ زي هذا الظالم يأخذ بيتي وأنا مش موجود. أنا مش موجودة لكن أنت موجود. فمات الملك من ساعته فورا فورا، ولي عهده ابنه راح رجع البيت لموت أبوه للدعوة. لا إله إياك والمظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم إياه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، ولو دعوة المظلوم مستجابة إن كان كافر، قد يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء وقد يتوب الله عليه. المهم تجنب دعوة المظلوم، اوعى تظلم حد. لا تظلمن سبحان الله. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. الملائكة تحب استجابة الملائكة. الملك من السماء الرابعة تحرك من تلقاء نفسه. لا بأمر إلهي. يفعلون ما يؤمرون. أمرني ربي أن أنزل فأقتل الرجل، خلص المسكين اللي بيستغيث الله. يا ابن الحلال، أنت لو ليك خال أو عم أو قريب يعني ذو مكانة، يا عمي خلاص انسى الموضوع، انسى القضية وتحل، وده بشر، فما بالك برب البشر. سبحان الله. في هل قصص هذه محبة من الله سبحانه وتعالى العبد فضيلة الشيخ؟ والله يا ابن أم لأن العبد جأر إلى الله عز وجل وفر إليه. هو العبد عندما يصدق يصدقه الله، وعندما يخلص يخلصه الله، وعندما هي مرهونة بنية العبد. لا طبعا. وبعدين حتى وإن كان العبد عاصيا، اوعى تظن أن الله لا يستجيب للعاصي. لا الله حليم يا ابني. قال سيدنا موسى: يا رب ما تقول للعبد إن كان راكعا وقال يا رب؟ أقول له: لبيك يا عبد. وإن كان العبد ساجدا وقال يا رب؟ أقول له: لبيك يا عبد. وإن كان عاصيا وقال يا رب؟ أقول له: لبيك 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 يا عبد. يا الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دب، لكن هو يؤخرهم إلى أجل، يؤخرهم إلى أجل. سبحان الله، هو الحليم. طيب حليم سبحانه وتعالى. عايز فضلتك سؤال آخر بعد إذن فضلتك. بعدما ما هي علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد لنا؟ أن يجد العبد نفسه مسرعا إلى مرضات الله إسراع النسر إلى فريسته. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الله أجد هب سبحان الصحابي ولك ماسك المطرقة ارفع هيطب شغال حداد أو فأس شغال فلاح. سبحان الله. الأذن الله أكبر الله روح يرمي الفأس من يده أو المطرقة. لا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب. الله أكبر. عمر غاضب من الصحابي: أين فلان في صلاة الفجر؟ قال: يبدو مريض يا أمير المؤمنين. أعوده. صلى بالناس ورجع طرق الباب: يا فلان يا فلان، سمع صوت عمر عرفه: لبيك أمير المؤمنين. ففتح الباب علاه عمر بالدرة: ده مريض يا أمير المؤمنين. قال: الله يقول لك حي على الصلاة حي على فلا تجد. وينادي عليك عمر فتقول: لبيك أمير المؤمنين. يا أخي اتق الله. شوف شوف الناس، شوف لما تجد واحد يذكرك بالله بالشكل ده، مش البيئة كلها يا ابني. العائلات ينخر فيها فيروس الغيبة والنميمة فتضيع كل أمة فيها وكل رجل ثواب ما يصنع، فمناش ثواب عند الله. جميل. أن يسرع العبد إلى مرضات الله تبارك وتعالى. نمرة اثنين: أن يتخلى العبد عن أمراض القلوب من حقد وحسد ورياء وكبر. ما ينفعش شجرة المحبة تستنبت في الأرض الخبيثة. موضوع كده ضخم مولانا. يعني يا ابني تتكلم عن محبة الله، مش أبو حامد لما قال عفو الله ويعانوا في الدنيا عفوه يستغرق الذنوب. عفوه سبحانه وتعالى يستغرق الذنوب، يعني يلمها ويجمعها ويمسحها سبحانه. فكيف حبه؟ وحبه يضيء القلوب فكيف وده؟ ووده يدهش العقول فكيف قربه؟ الله. مرة ثانية. عفوه عفوه يستغرق الذنوب يمسحها يعني. فكيف حبه؟ ما الحب يبقى شكله ايه؟ ده عفو بس كده مسح. اما لما احب، انا احب ربنا سبحانه وتعالى، لما احبه سبحانه وحبه يضيء القلوب فكيف وده؟ ووده يدهش العقول، لانه قال: وهو الغفور الودود. الغفور اللي هو ايه؟ يغفر مرة ومرة ومرة، ودود في المغفرة. قال ايه؟ قال: ما اصر عبد ان استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مرة. ما اصر، مش مصر. سبحان الله. قال: علم عبدي
أن له ربا يغفر الذنوب وأشهدكم أني قد غفرت له. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. كل مرة في الآخر يقول له علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد تبت عليه فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى. ثم قرأ ثم تاب عليهم ليتوب. ويخلصه من الذنب ويبعده. لا لا ده مش يخلصه، يسد في وجهه باب المعصية وبعدين يمحو له الذنب ويضع مكان الذنب حسنات، وبعد ما يضع مكان الذنب حسنات قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاولئك هؤلاء اهل الجنة. عندئذ بقيت تبعات الذنوب، بقيت الشهود العشرة على الذنب، عملت الذنب شهد على الجوارح والنفس والارض والزمن. قال فينسي الله الشهود كلها حتى لا يبقى شاهد على العبد إلا ربه الذي غفر له. وينسي العبد يحب نفسه، يحب أم لا يحب؟ يحب. ووده يدهش العقول فكيف قربه؟ لا قرب الله دي مسألة أخرى، مسألة قرب. الذين اقتربوا يعني اقتربوا فقاربوا فقربوا اللي هي الدرجات العالية. طيب إذا كانت هذه يعني علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، هل هنالك علامات ضرورية لمحبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون هنالك مغالاة؟ أول شيء دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت فيه واحتكر. هذا بيت وافق عليه. البصيري هذا أوافق على كلام البصيري هذا في الحتة في الجزئية دي، سبحان الله، لأن قراءة البصيري يجب أن يحتاط لها. الاكثار من محبته صلى الله عليه وسلم، الاكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم. فيه ناس يمكن مدير مؤسسة ولا شيء، يفضل مدير المؤسسة 20 سنة و30 سنة ما تذكر في كلمة له واحدة كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحدة. يبقى اين رسول الله من سلم يا رب. ها يقال يعني ان احد الصالحين دخل عند جماعة من المريدين يعني، فقعدوا يذموا في الدنيا، الدنيا سيئة، الدنيا الدنيا. فنظر إليه وقال من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنت تستعبطوا عليه سبحان الله. من أحب شيئا ولو بالكره، ولو بالكره. تعال تقول إيه ابني ده ولد يا سطار يا رب أعاذك الله، يعني صعب صعب صعب. وأنت عايز تتكلم عليه، أنت عايز تعال بس إيه في صورة سبحان الله. يعني فأن تكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأن والسلام. تعدد فضائله وفضله عليه الصلاة والسلام. يعني من شوف عمر كان يقول ايه، من نحن ما عمر لولا الاسلام، ومن نحن لولا رسول الله عليه الصلاه والسلام الهادي البشير النذير. ماذا صنع المصطفى عليه الصلاه والسلام غير ما صنعه الانبياء من قبله؟ في انبياء لما ضاقوا بقومهم دعوا عليه. يا لطيف. ربنا اطمس على اموالهم واشمز على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. رب لا تذر، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا نوح عليه، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفار. سيدنا يونس اول مزاعل من انتم مش هتؤمنوا والله اولاد الذين، طب انا ماشي وراح سابهم وتوكل على الله. التاني ينزل عليه ملك الجبال، ها ان شئت ان اطلق عليهم الاخشبين لفعلت. قال يا ملك الجبال لا تفعل، عسى رب العباد ان يخرج منهم من يوحد الله رب العالمين. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. لا اله الا الله. يجي عمر يقف على هو هنا تحدث ببشريه تامه ام بوحي من السماء؟ ده ببشريه في اطار وما ينطق عن لا 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 ببشريه تامه. ببشريه تامه. هذا خلقه سبحان الله. الله هذا خلق الحلم سبحان الله. يقال ان المراه العربيه مراه اخرى تريد ان تحمل حزبة حطب ولا تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقال احمل عنك يا امة الله. قالت احمل بني. في بداية الدعوة يمين يسار يمين يسار جاءت امام البيت، هو امام البيت، وضع الحزمة فوضعت يدها في جيبه لتعطيه درهما. قال يا امة الله في جيبها يا امة الله لا اريد. قالت طالما انك ما رفضت ابيت ان تأخذ اجرا انا اريد ان انصحك نصيحة. في مكة رجل يسمى محمد بن عبد الله يدعى رسالة إن رأيته فلا تصدقه. فقال له أنا محمد بن عبد الله. قالت أشهد أنك على خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة. هذا خلقه صنعه ربه صنعة خاصة، أدبه تأديب خاص، رباه تربية خاصة. سبحان الله. فتقول لي أنه هو اختلف. الله أكبر. يعني سبحان الله، لما وقف الأنبياء صفا في المسجد الأقصى، اللهم أعده لنا يا رب. تريث الأنبياء، من يصلي؟ آدم أبو البشر، ممكن، وارد. نوح أول الدعاء، وارد. أبو الأنبياء إبراهيم في آخر الزمان، وارد. لا، ده في ليلة الإسراء. جمعهم الله سبحانه وتعالى. فإذا بجبريل يأخذ يد حبيب الله ليصلي بالأنبياء جميعا. ما منهم من أحد قدم أحد الأنبياء. لا، وتوقف الجميع. سبحان الله. أدب. فأدب سبحان الله. يعني لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلمي، صلى وراءك منهم كل ذي أمم، ومن يفز بحبيب الله يأتمن. الله. من يفز برسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت تكثر من ذكره، تكثر من نزل جبريل وقدمه. صلى بهم ركعتين على صلاة أبيه الخليل إبراهيم. سبحان الله. يعني سبحان الله. فحتى كل نبي كان يلقاه أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. جاء عند السماء السادسة، قال فرأيت رجلا أشبه بصاحبكم. بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا به الخليل إبراهيم. عليهم الصلاة والسلام. أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح. كلمة سيدنا إبراهيم. بلغ أمتك مني السلام. يا الله. حنو. لأن سيدنا إبراهيم هو يعني مثال الحلم، لأنه دعا لهذه الأمة. وهو الذي سمانا. هو سماكم المسلمين من قبل، ربنا واجعلنا مسلمين له ومن ذريتنا أمة مسلمة. فاحنا عشان نرد الجميل للتسمية ونرد الجميل، نصلي عليه في كل صلاة. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا. والله يا شيخنا ما علمنا عنهم شيء. احنا ما قدرناهم حق قدر. احنا تهنا وضعنا لما تركنا منهجهم وتركنا منهاجهم. هم جمع عشان يهدونا سواء السبيل، وختموا بخير. وبعدين قال لك من 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 يعني من من دواعي محبته صلى الله عليه وسلم انك سبحان الله يعني تتمنى رؤيته، تتمنى تراه، تتمنى تجتمع معه، تتمنى سبحان الله تكون معه. سبحان الله. في هذه المعيه انت في معيه الحب. احتسب بعض لان الله يرضى عليك. بارك الله فيك. الكلام فيه عليه الصلاة والسلام له شجون. والله أنا متهيب أن أدخل على مولده وتربيته، وما زلت يعني أحور نحوم يعني عشان بس ثالث حق عشان نحوم حوله، عشان نعطي رسول الله حقه. ولا نستطيع لكن نحن نتكلم عن عنوان من دلائل محبته أن تنصح لله ولرسوله، أن نتمنى رؤيته وأن ننصح. يعني نبلغ لما بلغوا عني ولو شوف يا بنتي، تعالى يا بنتي، ليه انت مش محجبة يا بنتي؟ ليه؟ انت مالك؟ طب لا يا بنتي، والله الرسول، شو انت تحب الرسول؟ لا احب الرسول، مفيش حد ما يحبش الرسول. قال معذرة يعني من تدخل فيما لا يعنيه سمع. لا يا ابني، لا احنا مكلفين. قال سيدنا لقمان، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تركه ما لا يعنيه في الدنيا، لكن في الآخرة وجب علينا. كنتم خير أمة أخذت الناس تأمرون. يعني أنصحها؟ لابد من النصح. قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني الكل ينصح. الكل لابد يا ابن ننصح الكل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصلاة. لابد التواصي هذا بنقل هذا الكلام، لأن يا ابني سبحان الله مش حرام عليك أن أنت تتذوق شيء جميل ولا تعطيني أنا عاصي. صح. جزء. معقول؟ لا. طب يتعلق في رقبتي يوم القيامة. يقول لك معقول كانت عندك؟ ده في ناس أجانب يقولوا إحنا لو متنا قبل إسلامنا كنا نشتكيكم لله. عندكم الجمال ده كله، عندكم الحلاوة دي كلها، عندكم الفضل ده كله، سبحان الله العظيم. فيعني لو متنا قبل إسلامهم تمام لاشتكوا العلماء المسلمين لله. طبعا. يقول لك والله أنا كنت أشتكيكم لله، معقول عندكم الجمال ده كله؟ سبحان الله. أبلغوا عني ولو آية. أخي وصديقي ربنا يرضى عليه الدكتور عبد الله المصلح كان موجود معي اليوم في يعني بعد الصلاة، كنا موجودين نتحاور، فكان بيوقع عليه الكشف الطبي رئيس ربنا يكرمه أمين عام لهيئة الإعجاز العلمي. مشهور طبعا. ربنا يكرمه يا رب، بارك الله فيك. موجود هنا؟ نعم، بارك الله فيك. فكان بيوقع عليه الكشف الطبي في فيينا، طبيب ألماني. فكان عنده ان شاء الله الم في الركبه، المهم يعني. فسال الدكتور عبد الله، يقول له دكتور كم مفصل انتوا عديتوا، كم مفصل في الانسان في الاعجاز العلمي؟ كم مفصل في جسم الانسان يعني؟
فقال له والله في المفاصل التي تعريف المفصل قبل ما يربط بين عظمة وعظمة وعظمة وغضروف 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 يعني كده. قال مش عارف ناحية الرقبة ايه وناحية الكتفين ايه وناحية الموضوع. قالوا كم يعني كان؟ قالوا 60 و300. قالوا يعني مش 359؟ قالوا لا. ولا 361؟ قالوا لا. يعني 360 بالضبط؟ قالوا اه. فالدكتور ربنا يكرمه في شيخنا راح طلع الترجمة الألمانية كان مجهزها. قالوا شوف الحديث ده كده. لكل ابن آدم 360 مفصلا. حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عليه سبحانه. قال ايه؟ قال على كل مفصل صدقة كل يوم ويجزئ هذا كله او عن هذا كل ركعتي الضحى. كأنك بدل ما تقدم 360 صدقة تصلي الايه؟ ركعتين سبحان الله. قال ماذا تقول انت في هذا الكلام؟ فوقف الرجل قال اقول اشهد ان محمدا الله اكبر. وكم الله كم أكبر. من امور بهذا المنطق سبحان الله العظيم. كم من امور لما الاستاذ الفيزياء النوويه الانجليزي حضر مؤتمر الاعجاز وبعدين قال انا ديني 30 سنه بدرس كيفيه خروج الروح من الانسان وهو نائم، فاكتشفت ان الحركه الاشياء الفيزيائيه اللي تحدث في الجسم الانسان عند نومه كانت تحدث عند موته، غير ان النوم بترجع مره اخرى سبحان الله الموت لا ترجع. فلما وقف يقرا الايه الكريمه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ماذا تقول؟ قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله. احنا قصرنا وظلمنا الاسلام مرتين، عندما لم نطبقه وعندما لم نبلغه. بس نبلغه ايه؟ نبلغه بعلم مش نبلغه بجهل. نعم. ها فاصل قصير ونواصل اسمعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. فاصل ونعود ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه في برنامج صفوه الصفوه. سيدي يعني قبل ان انتقل الى نقطه اخرى من غلو المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى والقيت عليك محبه، وما قال هذا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ هو القى محبه على موسى عليه السلام. نعم. لكن محمدا هو الحبيب. الله جميل. فهذا رداء المحبة وهذا كيان المحبة. هذا رداء سيدنا موسى أخذ رداء المحبة ألقيت نعم. عليك أنا ما ألقى أنا عليك شيء كده إيه رداء صحيح. أعطيك عباءة أعطيك جلباب ألقى عليك رداء، لكن كيان المحبة موجود قلبا وقالبا في محمد بن عبد الله. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. فهو جمع المحبة والخلة والكلام، جمعت فيه كل صفات الأنبياء. إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق موسى وكلمه تكليما، وخلق إبراهيم واتخذه خليلا، ونفخ وجعل عيسى ابن مريم من روحه، فماذا جعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أو أولا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خلل الرحمن. الله أكبر. حديث عن رسول الله مسلم. صحيح مسلم. نعم. صاحبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه الخلة. الصلاة أخذها كفاحا دون وحي ليلة المعراج، هذا كلام. أخذها كفاحا دون يعني دون واسطة يعني دون وحي. الله أكبر. من الله مباشرة. سبحان الله. أمره بالصلاة بعد أن عبر سدرة المنتهى في ليلة المعراج دون جبريل. هو راء الله عز وجل. يعني مسألة من يعني أهل العلم والكلام يعني تكلموا فيها كثيرا، وليس هذا موضوعها إحنا نخوض في العقيدة وشو أشياء كده. المهم يعني 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 نور أن أرى يعني سبحان الله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يعني. ولكن في هذه الرحلة العجيبة هو رأى أراه الله صورا من أهل الجنة ينعمون. لا. وأراه صورا من أهل النار يعذبون. لما؟ لأنه يوم القيامة لماذا قال وأنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ لماذا؟ لا. لأن كل الأنبياء لما يروا النار آتية قالوا وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. الحديث لطيف سبحان الله. لطيف. لها فحيح تكاد تميز من الغيظ بعد رب العالمين. فترى كل أمة جاثية
تقع على يعني يقول لك ده انا من هول المنطق ركبي ثابت مش كده بالله العاميه سبحان الله. فالكل ينبطح على وجهه من هول المنظر ينظرون من طرف خفي هل انصرفت ام لا. والانبياء ياخذون بقوائم العرش دعوتهم والملائكه وجبريل يا رب سلم يا رب سلم الا سيدنا محمد لانه اراه الله من قبل فثبت قلبه في هذا الوقت فيقول يا رب امتي يا رب امتي لا اله الا الله. فهذه هي يعني هذه يعني نور الله سبحانه وتعالى الذي في 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 في, في, في قلب هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم. مسألة الغلو في محبته عليه الصلاة والسلام كيف ترى أثرها الآن؟ لا هو في البعض يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قضية أننا نحن نتكلم أنه خلق من نور على من نور وأنه خلق قبل وجود آدم وأن وما خلق من نور هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ومش كان قطعت نور في ظهر عبد الله أبي جميل يعني جميل في وجهه كمان في وجهه يعني هذه النسمة الطاهرة يعني لا بد أن تكون هكذا يعني انت آخر ما تشوف رجل في مخايله الصراحة ترى في وجهه نورا فما بالك بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني أنا خيار من خيار بلا شك بلا شك تحدث عن ولادته بلا شك يعني بلا شك هو سيدنا رسول الله. بس نحن أفضل ما نتحدث به عن سيدنا محمد ما تحدث الله به في قرآنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور هو سيدنا رسول هذا الذي جاء به نور. قد جاءكم من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أنفسكم أو بقراءة ابن عباس من أنفسكم أنفسكم يعني أحسنكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لكن من أنفسكم أيضا بشر ولكنه يوحى إليه أقول ولدت من نكاح تمام ولم أقول أن انسفاح يعني أنا خيار من خير من خير من هو أصلا له أب وجد وعائلة وقبيلة. يعني لما كعب بن زهير جاءه في قصيدة بنت سعاد فقلب اليوم مطبول وهو مطيم إثرها لبنودة مقبول 37 بيت غزل يصف الناقة في ذروح سعاد وشكل الناقة وجمال الناقة. المهم الرسول صامت إلى أن نبئت أن رسول الله أوعدني لما الرسول كان أهدر دمه نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمور مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها تفاصيل وتأويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول قال له من سيوف الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من سيوف الله فأعادها إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فمن إعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بردته وألقاها عليه. أنا أود هذه الأبيات بتؤدى أمام الكاميرا يعني حتى نعيها جيدا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع وكان يصوب للقائل الحق أن يقال. أستاذ ما نطق عربي ببلاغة أحب ولا أعظم ولا أقوم ولا أفضل ولا أبلغ من بلاغة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو أمي وجمع عدائه جوامع الكلم لا يقرأ ولا يكتب. يعني لما يقول لعلي عندما تقول له فاطمة علي يقول له يا رسول الله هل فاطمة أحب إليك مني لا شوف البلاغة وليه هي أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها. ما هذا من يقول هذا الكلام إلا رسول الله. إيه العظمة دي إيه الدرجة العالية دي سبحان الله. فكعب كان يقول يعني نبئت أن رسول الله أوعدني هددني يعني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش لما قال قائلهم الأبيات سبحان الله فلذلك أنا أرى أن يجب أن تسمى قصيدة الكعب البردة وتسمى بردة البصيري البرأة. ما أدري هذا نقد أدب ينفع ولا ينفع ينفع لأن الرسول أعطى لكعب بردته يعني لماذا تسمى صحيح. هذه البردة بردة صحيح هذه هي البرأة بردة المديح بردة المديح لكن هذه بردة صحيح. وجاء معاوية أراد أن يشتري بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب100,000 دينار من الذهب فأبى أولاد كعب أن يعطوا معاوية سبحان الله أخذها كعب وأولاده سبحان الله وكان يعني يقال أن ورثها دعبل الخزاعي
شاعر أيضا. شاعر وكان بس عنده مغالاة في حب أهل البيت. كان عنده فحتى كان كتب كان أوصى أن يدفن على مقابر بجوار مقابر أهل البيت ويكتب على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يعني من شدة المحبة يعني. صحيح. يقال أنه دخل قوم وقاموا على البردة وقالوا له أعطنا هذه البردة ونعطيك ألف ألف. يعني مليون. مليون دينار. قال لا المهم فتخاطفها القوم كل واحد اخذ نطفه وضعت عليه. سبحان الله. يعني هذا ايضا من الغلو. اذا نحن لسنا مامورين بالمغالاه. المغالاه لا لا لا, 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 لا لا لا. كيف نحب حبا منطقيا متواضعا في ضوء الكتاب والسنه؟ ما فيش ما اقدرش اقول حب متواضع، انا حب قوي ولكن يعني مستنير بالكتاب والسنه. نعم. يعني زي ما بقول لما دخل سعد بن معاذ وكان جاي من بلاد فارس فانحنى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انحنى الى في شبه ركوع. لما يفعل بلاد فارس شاف او يقال انه سجد. قال ماذا تصنع يا سعد؟ خذ هذا الكلام. قال رايت الفرس يعظمون كسرى هكذا وانت اجل عند الله من الفرس من كسرى. قال لا يا سعد لا تعظموني كما عظمت الاعاجم ملوكها ولا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم وانما اقول عبد الله ورسوله فانا عبد الله ورسوله. والله الاعراب القرح يا ابن في كتب السيره اصلا انا لما اتعايش في حياه رسول الله اتعايش وكان موجود وكان الكتب التاريخ بارك الله في من كتب وروى تنقل لنا لحظه لحظه. سبحان الله يدخل الاعراب القح في مجلسه اين منكم اين فيكم ابن عبد المطلب ما يعلمه ما يعرفه ابدا ما يعرف ما كانش مميز في لا 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 يجلس في صدر كرسي المجلس وانما يجلس حيث بلغ به المجلس وكان يقول للصحابه لا تقوم انما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامه حينما يدخل عليهم اتحبون ان تروا رجلا من اهل النار رجل جالس وبين يديه رجال قيام وذلك انا اكثر ما يؤذيني اقعد اكل والسفره جوالي يا ابني لا تقعد تاكل معنا تقرع والله الله شيء مؤذي لا مره ثانيه حينما كان يدخل ايوه يقوم الصحابه لانها خلاص وبطل اول ما يدخل مكان سبحان الله الحديث ماذا الحديث قال لا تقوموا لي انما يقوم الناس لرب العالمين امر خلاص نهاه فكان يجلس حيث وصل به المجلس وكان لما رده تتألم شوية لا نود أن نكمل هو جالس وحوله أهل النار واقفين أم ماذا نعم لا يقول إيه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار ولينظر إلى رجل جالس بين يديه رجال قيام سلم يا رب بعد كده هم يقول واقف فيه تعذب الناس دي أنا أود أن أعلم يعني اللمحة التي تحمل هذا الحنو من الرسول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط من يدرين أن الذي واقف بجنبي هو أفضل عند الله مني من يدرين أن أفضل منه ليه أنا أفضل منه يعني تعلم إذا جلسنا فليجلس الجميع خلاص لا يقف أحد خلاص هيك أنا أقول أنت تحدثني وأنت جالس قف لا أنا إن لم تقف لي أنا لا أغضب منك ولكن إذا دخلت في بيئة رأيت الناس يقومون لمن دخل فما جرت به العرف والعادات يعني ألفه الشرع عشان ما نعملش الأخبار في المجتمع ولذلك الفقهاء يعني معذرة يا ابني في ناس تنفصل أو بعض المتحدثين بالخطاب الإسلامي ينفصلوا عن واقع الأمة أنا مرة من 10 سنوات كده بقدر الله المهم صليت مأموما في جمعة كنت المهم دخلت صلي 50 دقيقة ابن الرجل يتكلم عن آداب دورة المياه 50 دقيقة فلمحني في آخر الخطبة وبعد ما نزل قال إيه رأيك يا مولانا في الخطبة قلت يا ابني والله أنا كنت في حاجة أن أسمع إلى آداب دورة الحياة لا آداب دورة المياه إحنا نريد أن نعمر دورة الحياة معقول دخلنا دورة المياه طول الخطبة ما تخرج فالقضية ان يعني فقه المسالك الدولية يجب ان يختفي يعني انا سبب سلام طيب هل هناك درجات لمحبته صلى الله عليه وسلم اولا الذين امنوا اشد حبا لله تجد ان الصحابة هم اعلى الناس درجات لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يليه التابعون يليه تابع التابعين نعم للقرون الثلاثة الاولى ولكن الدرجات بايه بالاعمال يعني كم طبقنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس وإذا لم نطبق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذا ادعاء محبة نلام على هذا يوم القيامة الله ادعاء محبة يعني محبة ليس في محبة كلامية انت ولدك انت تحب ولدك يا ابني انا احب كل ما تشوف طب يا ابوي عايز قميص ان شاء الله ان شاء الله طب عايز تشتري لي دفتر ان شاء الله باذن الله وانا عايز بس ثوب ان شاء الله ان شاء الله طب اين المحبة سبحان الله نعم وكل يدعي
وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. سبحان الله العظيم. نعم. صحيح. نعم. طب متى نصلي على الرسول عليه الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف هناك يمكن 20 موضع وجب ان نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طبعا لنتعلم. اول شيء في التشهد في الصلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذه الصلاه على هامش السيره. نعم. نقول محمد ام سيدنا محمد؟ خارج الصلاه. نعم. سيدنا وسيد اللي خلفونا. صحيح. سيدنا. اللهم صل على في الصلاه في التشهد. صلوا كما رايتموني اصلي. هو كان يصلي فماذا كان يقول؟ اللهم صل على هو ما يقول على سيدنا محمد. لا لا ما هو ولا تجعلوا دعاء النبي. لا 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 عليكم كدعاء بعضكم لا دعاء بعضكم بعض يعني ما تقولوش يا محمد قول يا رسول الله في حياه الدنيا هذه الدنيا. لكن دي تختلف في الصلاه. نقول اللهم صل على محمد في الصلاه لكن خارج الصلاه سيدنا محمد طبعا. لا ما نقول سيدنا محمد ولا سيدنا ابراهيم كما وبارك على سيدنا محمد وعلى لا سيد مع الله في الصلاه. الصلاه لله لا سيد مع الله. نعم. هذا من يعني. هذه هذا وقت التشهد الصلاة. تعالى في اخر القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من ولي ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما انعمت به علينا واولي نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد كل القنوت بعد القنوت لابد عند الدعاء في عجب في الدعاء عجيب. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة 100% الصلاة والسلام. ما صليت صلاة على رسول الله وقبلت الصلاة والسلام وصلى الله عليك بها 10 صلاة الله عليك رحمة يرحمنا 10 مرات بصلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله صلاه على رسول الله. سبحان الله. الصيغه المثلى قبل ان نتحدث الصيغه المثلى للصلاه عليه عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. يعني هو افضل الصيغ الصلاه الابراهيميه اللي هي في التشهد اللي في التحيات. نعم تمام افضل صلاه. لكن اللهم صل فاذا بدات الدعاء بصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ثم دعوت ثم صليت في النهاية وختمت الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الله قبل الصلاتين 100% والله حي كريم يستحي أن يرد العبد وقد قبل الصلاتين وأسقطنا بينهم. الله الله فكانت تتودد إلى الله سبحان الله بالصلاة على رسول الله. هل يجوز ان نتوسل لله عز وجل بالرسول يعني, يعني فيها كلام يعني فيها كلام لا فيها كلام فيها كلام فيها كلام بحق جه النبي بحق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لا شوف واذا سالك عبادي عني القضيه فيها كلام كبير يعني سبحان الله. طيب بنبدا الدعاء بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ونختمه بالصلاه على رسول الله وما بينهما والله كل العلماء يقول والله اكرم من ان يدعى ما بينهما سبحان الله العظيم لانه المعطاء العاطي سبحان الله. وبعدين في صلاه الجنازه 4 تكبيرات دون ركوع ولا سجود نصلي بعد التكبيرة نقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب صحيح وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إذن هذا أيضا في صحيح يعني حتى في صلاة الجنازة سبحان الله العظيم سبحان الله ليه الله. لماذا أنت المولود لما يولد أول ما يتلقاه الأب أو الأم أو الخال أو العم أو الجدة الجدة نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى. ذاكرة الولد تحوي إيه أول ما تسمع؟ تسمع الأذان وتسمع الشهادتين الشهادتين وتسمع إقامة الصلاة وتسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تخرج من هذه الدنيا نقرأ الفاتحة التي تخص العقيدة ثم نصلي على رسول الله وما بينهما الله كريم كريم كريم. الله لفتة طيبة لفتة جميلة مع البدء والنهاية. مع ولادته يسمع اسم النبي عليه الصلاه والسلام وعند خروج يسمع وما بينهما وده اللي يسميها محمد ابن اللي هو ايه يلقد الحجه. يعني ايه يلقد الحجه؟ يعني يعني اما ينزل القبر زي بالظبط انت ابن انت راجل مدرب يعني تفقه اللغه العربيه في ابنك يقول له ايه خلي بالك دي تعرف فاعل اما لو جالك السؤال بالشكل ده اسم زمان ده ظرف مكان ده افعل تفضيل بس حرام. دخل الولد هلا ذكر فالولد اخر 5 دقائق دخل ليه الاسئله نفسها اللي ايه اللي ابوه خبير في اللغه فاجابه ونجح
اول ما هو اخر ما سمع. ما هو العبد هيموت متى؟ ليه انا اقول نحافظ على الصلاه ليه؟ كلام لاولادنا وبناتنا. لان انا اموت اما بعد صلاه الصبح او بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر او بعد صلاه المغرب او بعد صلاه العشاء. صح. في الصلاه فيها ايه؟ شهادتين. ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى اذا انا اقول لك ده فلان مات بس من غير ما ينطق. ليه؟ مش صلى العصر. مات متى؟ ومات بعد العصر وصلى نطق. الله اكبر. نطق. الله اكبر. مات على التوحيد خلاص. لان هذه دعوه الا ندع فرضا يفوتنا في الوقت نفسه. نعم. الصلاه الوقت. وبعدين لما ادخل انا يسال الملكان بقى ها من ربك؟ ربي الله. لسه ما كنت بصلي صح. ها صح. سبحان الله. ما تقول في الرجل الذي ارسل فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد والسلام. رسول الله سبحان الله. الكتاب القران دين الاسلام. على اليقين قد عشت وعلى اليقين قد مت. نم هنيئا ويأمر الله القبر أن يمتد له مد البصر افتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة. أما الثاني عايش على الشك وعايش على الفوضى وعايش على الفلسفة الكذابة. ده صح؟ ده حديث مظبوط؟ ده حديث صحيح؟ يعني هو الموضوع كده يا عم؟ مش موضوع كده يا عم. سيبكم من الدعاء، سيبكم من العلماء. في انت عايز يعني المهم يجي سبحان الله يدخل. من ربك؟ من ربك؟ لا ادري. ها ها لا ادري. ما وعلى الشك عشت وعلى الشك مت وعلى الشك لقيت الله. وينضم عليه القبر انضماما حتى تكاد تختلف اضلاعه. افرشوا له قبره وحياته وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار. يقول يا رب لا تعجل بالساعه، لا تعجل بالساعه. فالمسألة هنا في صلاة الجنازة متى نصلي عليه؟ أيضا بعد إجابة المؤذن. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. بس مش الصلاة اللي هي بتاع الإخوة اللي هم بالمبتدعين ولا اللهم صل عليك. لا لا هذا غير وارد. الصلاة والسلام عليك يا مش يا سيدي يا رسول الله. نصلي ثم تفيد الإيه؟ الترتيب التراخي. يعني مش على رسولنا. وتسأل الله من سأل لي الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد يوم القيامة. أرجو أن أكون أنا هو. فأنت في التواضع أكثر من ده. في أكثر من هذا التواضع. يقول أرجو أن أكون هو. يعني يكون هو هذا العبد. هو هذا العبد. سبحان الله. عند دخول المسجد. يجب أن إيه؟ أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج منه وعندما تدعو على الصفا والمروة أو ما تقف على الصفا كذا في العمرة والحج، أبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شوف سبحان الله. أنت موصول بالله. المؤمن ده ما ينفصلش عن الله يا ابني. حياته المفروض كلها هكذا. يعني ما احنا قلنا في مؤمن وفي مدعي. صحيح. عايزين المؤمن. صح. فانت عند الصف والمرأة. ايضا في المجلس. انت جلست مجلس. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا فيه علي الا وقاموا عليهم تره. تره يعني نقص وثغرة وثلمة. وسبحان الله ليس تسرع رجال كفاره المجلس في الاخر. لازم سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واتوب اليه فقل له توب عليه. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والرسول كان من ادبه انه اذا افترق عن اصحابه يقرا معهم سوره العصر. كان اذا انفض المجلس يتفرق على سوره العصر. والعصر ان الانسان ايه سوره تحوي الخير كله. سبحان الله. كل خاسر الا هؤلاء الاربعه. من إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذول الأربعة النجوم. اللهم اجعلنا منهم. هذول الأربعة. فينتهي الحوار. وذلك أنا دائما لي أكثر من 30 سنة في الدعوة الحمد لله أختم خطبة الجمعة بسورة العصر. لعلك لاحظت. سبحان الله. صحيح. والكل يعجبك. نود أن نختم هذا اللقاء بسورة العصر. لأن هو بعد الدعاء. لأن لم يرد يعني ان الايه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه صنعها او يعني سنها عمر بن عبد العزيز بدل من القوم الذين كانوا بنو امية كانوا يلعنون عليا وبنيه في نهايه الخطبه. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين ابدلها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. مكتوبه على المنابر وصارت كانها يعني ايه سنه حسنه. يعني جميل جميل بديل بتاع. طالما ما فيش كده بنقرا سوره العصر. ما فيها. ففي ختام المجلس ايضا كلما ذكر
صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لازم إيه؟ لازم نصلي عليه. ثم يوم الجمعة يجب أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا هو عليه الصلاة والسلام. ومن حسن الطلع أن يكون البرنامج في يوم الجمعة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارك الله فيك. سيدي، ويعني الآن يتلاحى لذهني سؤال في قوله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. معنى التعزير والتوقير؟ هو التعزير، تعزير رسول الله منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أذى ورد كل أذى عنه، هذا هو التعزير. تعزير. معنى التعزير في اللغة هو العقاب من الحاكم دون الإيه؟ يعني دو دو يعني دو يعني يقول لك عزره، أي حتى لا يعاود الذنب. صحيح. مرة أخرى. صحيح. فنحن نعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نعود إلى ما يغضب الله ورسوله، يعني في المعنى المقابل. نعم. أنا مع معزز سبحان الله. وتعزيره هو نصره صلى الله عليه وسلم، أن ننتصر له وأن ندافع عنه وأن نفديه بأموالنا وأولادنا وأبنائنا سبحان الله. هذا لذلك لما قرأ إذا جاء رسول الله فات بكى وقال: بل نفديك بأرواحنا وأموالنا وأبنائنا يا رسول الله عليه الصلاة سبحان الله. سبحان الله. أما التوقير، الوقار هو الثقل والرزانة، زي يقول لك وقر بعير يعني حمل بعير. صحيح. فالإنسان الوقور اللي هو الإيه؟ الرزين سبحان الله. فأنت يجب أن توقر، أن تجله وأن تحترمه وأن تعظمه. هذا أمر من الله. هذا أمر. ها؟ تؤمنوا يعني لتؤمنوا به وتعزروه، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الرسول وتوقروه. سبحان الله. لازم تعزير وتوقير. فالتعزير هو ان ارد عنه كل كيد وسوء، وان اعظمه صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه تعظيم شرعه، تعظيم شرعه، تعظيم سنته، تعظيم سنته. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فهذا اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق. نعم. يعني ما لدي من أسئلة في آخر هذه الحلقة حتى نلملم جنبات هذا الموضوع. وهنا هي الرسول عليه الصلاة والسلام للرسالة، كيف كانت رسالته؟ لقوم خاص أم للكل أم لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين جميعا، وليس للإنس فقط، وإنما للثقلين، للإنس والجن. 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 هو بلغ الجن. نعم. وكان يضع خط لأبي هريرة ويذهب ويتكلم ويسمع أبو هريرة أصوات وأشياء ويعود: لقد أبلغت إخوانكم الجن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم؟ الله أعلم. لم يعني، لأن الله عز وجل قال إنه يراهم الجن في المسجد يعني. يعني بهذا ولا هذه حالة خاصة يعني خصيصة للرسول. الرسول اختص بأمور كثيرة. أنا أود أن أفتح حلقة مع فضلاتكم لخصوصيات الرسول. طبعا طبعا ما اختص به رسول الله. صحيح. يعني ما اختص به، وضع يعني اختص بأشياء. والله أكبر. الله أنقى قلب على وجه الأرض، كيف لا يخص؟ نعم. نحن بنشاور على فلان وفلان نقول ان ما شاء الله عليه خصص له مخصصات. صحيح. فما بالك بالمخصصات رسول الله الإلهية. لنتحدث عن المخصصات. لا لا ان شاء الله. في نهاية هذه الحلقة نطلب من فضلاتكم دعاء نختتم به هذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات جمعنا جميعا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. ولا مسافرا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين. آمين. وأبناءنا بالزوجات الصالحات. وأعد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين. وأعد إلى العراقيين عراقهم يا أكرم الأكرمين. وارق دماءهم ودماء كل المسلمين في أرضك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. اسقنا بيد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا. آمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا. آمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا. آمين. اللهم شفعه فينا. آمين. اللهم شفعه فينا. آمين. اللهم شفعه فينا. آمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين. بمقعد صدق عند ملك مقتدر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. شكرا لفضلاتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أستميحكم عذرا في عدم تلقي اتصالاتكم في هذه الحلقة، برغم من أن زميلي خضر عبد المنصور
المطلب أخبرني بأن جميع الخطوط أكثر من 18 خطا مشغولة بالاتصال بفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، لكن اسمحوا لي في هذا التجاوز، نصبت نفسي سفيرا بدلا عنكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أشرف بأسئلتكم واتصالاتكم في صميم الموضوع حتى تسددوا ما لدي من عوداج في الأسئلة أو تكملوا نقصها إن وجد. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.